احنا اللي انتي قلتيه في الطريقة الأولى ده صح، هو يكون معلم، هبدأ أنا أشتغل وأقول مثلا he is he is a teacher، هو يكون معلم. لو عايز أعملها سؤال بهل زي ما انتي قلتي بالظبط، إن أنا هعكسهم كده is he a teacher، واحط بقى علامة الاستفهام عشان اوضح ان ده سؤال، يبقى كده هي بقت بهل. طيب انا العب بقى، هتبقى اي ايه؟ اي بلاي. لو عايز اعملها هل انت تلعب، هعملها ازاي؟ في مقص هعمله هنا؟ لا مفيش مقص. ليه؟ لاني ما عنديش حد من الخمسة اللي انا خدتهم وقلت هم اللي انا بعمل عليهم السؤال بهل، اللي هم كانوا مين اللي بيتعامل معاهم مقص وخدناهم لغاية دلوقتي؟ ام واختها مين؟ از، وكمان ار، والماضي منهم ووز، والتانية وير، وباقي اخواتهم هاف، اخواتهم التانيين هاز. دول احنا خدناهم كلهم صح كده؟ وقلنا ان دول كلهم كل واحد ليه معنى مختلف. مثلا ام واز وار دول يكون في المضارع، لكن ووز وير كان في الماضي، وهاف وهاز بمعنى يملك مع المفرد ومع الجمع صح كده؟ تمام. طيب انا بقى لو عندي اي سؤال من دول بادئ بيه الجملة يبقى معناه هل، لكن لما يكون عندي فعل اصلي بقى غير دول، وغير بقى لسه حاجات هاخدها، احنا اتفقنا ان هم 20، فال20 دول احنا خدنا منهم هم 3 و4 7، لسه باقي لنا 13 هنشتغل عليهم بنفس الطريقه، لكن العب مش تبعهم، مش تبع دول. فقال لي بقى لما تيجي تعمل سؤال بهل مع اي فعل اصلي بتبدا الكلام بدو او بدز. ببدأ بدو لما يكون عندي حد من ضمائر مين؟ الجمع صح؟ وأبدأ بضز لما يكون عندي حد من، لما يكون عندي من ضمائر المفرد. طيب يا ترى احنا عارفين ضمائر الجمع وضمائر المفرد؟ ايوه عارفين. ضمائر الجمع طبعا اي ويو ووي وزي، وضمائر المفرد هي وشي وات. طيب حلو خالص. فأنا بقى عايز أعمل سؤال بهل على هل أنت تلعب دي وهل هو يلعب، هعملهم إزاي؟ قال لي إحنا عندنا تلعب ده فعل أصلي، طالما إن هو فعل أصلي يبقى مش هينفع أعمل مقص زي ما كنت بعمل مع إز هي تيتشر دي، فعشان كده أشوف الكلام جمع ولا مفرد. طبعا أنت تبع الجمع، يبقى لازم أبدأ الكلام بمين؟ بدو، وبعدين احط يو وانزل الفعل بلاي. هل انت تلعب؟ طب هل هو يلعب؟ هبدأ بمين؟ بدز. هي دي اللخبطه. ليه مش هتنفع از هنا؟ علشان في فعل زي يلعب، ياكل، يشرب، ينام. طول ما انا عندي فعل اصلي مش هبدأ باز كده، لازم ابدأ بدو او ابدأ بدز، والا لو بدات باز هيبقى في مشكله تاني، في تعديل في الفعل هيحصل يعني تاني. تمام، يبقى does he play بالشكل ده. ها اتفهموا دول؟ طيب حلو، هنعمل برضو حاجه تاني عشان نتاكد. واحد مثلا بيقول انا املك سياره، انا عايز اساله بقى واتاكد منه هل انت فعلا تملك سياره؟ هكتب بس الأولى كده عشان أفهمها، أنا أملك سيارة. أنا عايز أسأله وأقول له هل أنت تملك سيارة؟ ها هنعملها إزاي دي بقى؟ يلا أول حاجة أنا أملك سيارة، اعمليها لي أنت. أنا أي، أيوة أي هاف a car، انا عندي عربية. طيب عايز اقول له هل انت تملك سيارة؟ في طريقتين بقى يا اسراء، ركزي معايا. هاف ده ينفع يبقى اسمه هاف، وينفع يبقى اسمه هاف جوت.
هما الاثنين معناهم يملك، في حاجه اسمها انجليزي امريكي وانجليزي بريطاني. فطبعا فينفع كلمه املك دي تنفع تبقى هاف جود وتنفع تبقى هاف بس. يعني انا هكتب المثالين قدامك اهو وهحاول اعمل هل على الاثنين. هقول مثلا I have a car، يبقى الجملتين كده انا املك سياره، كده الاثنين صح. I have a car و I have got a car، انا املك سياره وانا عندي سياره. طيب حلو خالص. انا عايز اسال بقى، هل انت تملك سياره؟ قال لي في طريقتين. الاولى دي اللي هي I have a car، اعتبرت have فعل اصلي بمعنى يملك، لذلك لما اجي اعمل سؤال بهل هجيب دو واقول له دو يو هاف ا كار، هل انت تملك سياره؟ دي الطريقه الاولى اللي احنا امال نتكلم فيها، ان انا ابدا بدو واجيب حد من الجمع وبعدين اجيب الفعل الاصلي. طيب لو هعمل على اللي تحت دي بقى ينفع اعملها ازاي؟ ينفع اعملها مقص بالشكل ده، have you got a car. طيب يا ترى دي لخبطه؟ لا مش لخبطه ولا حاجه. هقول لك دي جت ازاي في الاول، بس عايز افهم ان دي تنفع مع ده كده اهي، قصدي هنا، ودي تنفع برضو هنا. هل انت تملك سياره؟ تنفع هنا وتنفع هنا. طيب جت ازاي بقى؟ هقول لك يا ستي، هو احنا قلنا لما يكون عندنا حد من المجموعه دي اللي احنا اتكلمنا عنها، الافعال المساعده دول، لما يكون عندي حد منهم بعمل مقص وانا مريح دماغي، ولا ايه رايك؟ تمام، زي ما احنا عملنا هنا اهو في المثال ده، وزي ما عملت في المثال ده وضع طبيعي. تمام. طيب ايه بقى اللي انت عملته جديد هنا بقى؟ قال لي لان اعتبرت هاف لوحده ده فعل اصلي، ما جاتش معاه جوت، جوت دي اخته التانية، لو جت معاه يبقى هل بتاعته عن طريق المقص، لو ما جاتش معاه يبقى هل بتاعته عن طريق دو، تبقى بالشكل ده do you have، هل تملك؟ does he have، هل هو يملك؟ do you play، هل تلعب؟ does he play، هل هو يلعب؟ ها وصلت؟ حلو. دورك انت بقى، هقول بقى يا ستي مثلا جمل بالعربي وانت هتشتغليها لي. انا املك، لا بلاش املك بقى، خلينا في ياكل ايت، انا اكل تفاح، بعدين اسال واقول هل انت تاكل تفاح؟ يلا عايز اعمل الجمل دي بقى. اول حاجه انا اكل تفاح، تبقى اي ايت ابل او ابلز. جميل جميل حلو خالص. تمام. الثانيه تبقى دو يو ايت ابل. ممتاز يا ممتاز ممتاز. اي ايت ابلز كده. الأولى ظبطت معايا، والتانية بقى هعمل مقص ولا أقول دو؟ تمام. Do you eat apples؟ حلو خالص كده، وصلت فهمتها؟ تمام حلو قوي. يبقى المجموعة الأولى دي هي اللي أنا هشتغل عليها مقص بس، إنما أي فعل أصلي زي يأكل يلعب يشرب ينام يستخدم يذاكر، يبقى هشتغل على دو بس، دو أو ضز حسب المفرد والجمع. وصلت؟ تمام. تعالي بقى نشوف وصلنا لفين، ونشوف الواجبات بتاعتنا عملت إيه. اللهم صل على سيدنا محمد. كده أنا شيرت المذكرة اهو، كنا وصلنا لهنا لحد صمو اني اهو، صح كده؟ صفحة 15. احنا صعبين ناخد واحدة، دي كانت اخر حاجة خدناها اللي هي في صفحة 16، ان انا ببدأ السؤال بهل عن طريق دو واجيب حد من الجمع، او عن طريق داز واجيب حد من المفرد واجيب هاف اهي، واداني مثال دو يو هاف ا براذر، انت عندك اخ،
Does he have a sister؟ هل هو عنده أخت؟ وهكذا. طيب دول بقى اسمهم some وإني.